أخبار اليوم. كل سنة وأنتم طيبين، والأعياد دائما تضيف أفراح أفراحنا، والفرحة مش مجرد ابتسامة وأقول ورقة كلمة طيبة، لكن الفرحة دي بيبقى شيء داخلي والإنسان بيبقى محتاجه في داخله. وأعتقد أن الحياة المفرحة تطفي شكلها على صحة الإنسان. الإنسان لما بعيش في نكهة بيبقى بعيد عن نكهة بيبقى باين عليه، مش كده برضه؟ لكن لو بيبقى عايش في فرح تلاقيه دايما بيفرح اللي حواليه، صحته كويسة، حتى لو عنده آلام تلاقي الآلام خفت شوية. قدست البابا مصر تعود شايفة ازاي في بعد الهجوم الاقتصادي وبعد كل بلدان العالم شافت مصر بصورة تانية، فقامت السيد الرئيس أعطى لمصر دورها الريادي من مرة أخرى. كيف ترى مصر؟ كيف تعود؟ مصر هي دولة عظيمة أكيد، ولو قستيها بحضارتها قدام دول العالم مصر تتفوق على جميع دول العالم بدون استثناء، حتى الدول اللي عندها حضارات قديمة أيضا. لكن مصر تعبت شوية لكنها